بفارق نقطة واحدة 3-2 ومعاه ضربة الإرسال كور قصيرة ولكن الحظ يلعب مع محمد البيلي. الكرة تحف الشبكة أو أعلى الشبكة وتنزل قريبة منها تبقى صعبة على اللاعب. 3-3 يحكم هذا اللقاء الحكم الدولي رضا عطية ويساعده الحكم الدولي معتز صالح من حكام منطقة الإسماعيلية لتنزل طاولة. كرة لولبية خلفية جميلة من اللاعب محمد البيلي يتقدم بها نقطة إلى الأمام 4-3 لصالح محمد البيلي لاعب النادي الأهلي صاحب القميص الأحمر اللي معاه ضربة الإرسال دلوقتي. بينطق الكورة على الطاولة لازمة لكل لاعب وضربة إرسال يحصد بها النقطة الستة ليه ويتقدم 3-5. هجوم من السيد رمضان بكرة لولبية أمامية قوية على أقصى يمين اللاعب محمد البيلي يحصد بها النقطة الرابعة ليه ويقلل الفارق إلى نقطة واحدة وتصبح النتيجة 4-5 وضربة إرسال مع سيد رمضان للمرة الثانية. الحظ يواتي اللاعب محمد البيلي سيد رمضان مش عاجبه ولكن هيهات 6-4 لصالح محمد البيلي لاعب النادي الأهلي صاحب القميص الأحمر اللي معاه ضربة الإرسال متقدم بفارق نقطتين 6-4 لازمة. نطق الكورة على الطاولة ضربة إرسال قصيرة وهجوم من محمد البيلي من ضربة لولبية خلفية يحصد بها النقطة السابعة ليه ويزداد الفارق إلى 3 نقاط. ضربة إرسال قوية من محمد البيلي ولكن رد أجمل من سيد رمضان تصبح النتيجة 5-7 مجموعهم 12. يحق للاعب التنشيف كل 6 نقاط. ضربة هجومية لولبية قوية أمامية من اللاعب سيد رمضان يحصد بها النقطة الستة ليه ويقلل الفارق إلى نقطة واحدة ومعاه ضربة إرسال سيد رمضان لاعب نادي الزمالك. كور قصيرة من اللاعب محمد البيلي لا يرد سيد رمضان الكرة ردا سليما 8-6. ضربة إرسال مع محمد البيلي اللي متقدم بفارق نقطتين 8-6. هجوم من محمد البيلي ولكن في الشبكة المرة دي يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة 8-7 لصالح لاعب نادي الأهلي محمد البيلي. لاعب محمد البيلي محترف في فنار بخشة في تركيا. هجوم من سيد رمضان ولكن خارج الطاولة ويصبح الفارق نقطتان 7-9 لصالح محمد البيلي وضربة إرسال مع سيد رمضان لاعب نادي الزمالك. كور قصيرة وهجوم من محمد البيلي ولكن خارج الطاولة ويتقلص الفارق إلى نقطة واحدة 8-9. من بداية هذا الشوط الأول من المباراة الأولى من لقاء الأهلي والزمالك ومحمد البيلي متقدم وبيحاول سيد رمضان ولكن يحصد اللاعب محمد البيلي النقطة 10 ويصبح قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالشوط الأول 10-8 لو محمد البيلي أخذ هذه النقطة بينتهي الشوط لصالحه. ضربة إرسال مع محمد البيلي وهجوم من محمد البيلي يا سلام يا محمد يوقع اللاعب سيد رمضان على الأرض ويحصد النقطة 11 ويتقدم محمد البيلي في الشوط الأول 11-8.
محمد البيلي بين الشوطين بيتلقى التعليمات النصائح الإرشادات من الخبير الصيني زانغ تشاولينغ والكابتن أشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز والكابتن أشرف صبحي مدرب الرجال. بين الشوطين يتلقى اللاعب التعليمات والنصائح والإرشادات. طبعا مهم جدا الجهاز الفني بيبقى شايف المباراة من خارج الطاولة وفرصة للاعبين عشان يلتقطوا الأنفاس. محمد البيلي بيحط الفوطة ويتوجه إلى الطاولة. الشوط الثاني أعزائي مشاهدي قناة الأهلي من لقاء الأهلي والزمالك المقام بالصالة رقم 2 بالنادي العام لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. هجوم من محمد البيلي ولكن خارج الطاولة. يتقدم اللاعب سيد رمضان لاعب نادي الزمالك بالنقطة الأولى من الشوط الثاني. من المباراة الأولى في لقاء الأهلي والزمالك ضربة إرسال مع محمد البيلي. كور قصيرة في ضربة إرسال. هجوم من سيد رمضان ولكن خارج الطاولة. تصبح النتيجة 1-1 ويتغير الإرسال مع سيد رمضان لاعب نادي الزمالك. محمد البيلي بيحاول انه يبادر بالهجوم ولكن خارج الطاولة. الكرة تحف الشبكة من اعلاها وتغير من اتجاهها خارج الطاولة. هجوم من سيد رمضان بالباك هاند. ضربة لولبية من خلف المضرب ويتقدم بفارق نقطتين سيد رمضان. نتيجة 1-3 وضربة ارسال مع محمد البيلي. كور قصيرة وهجوم من سيد رمضان على اقصى يمين اللاعب محمد البيلي يحصد النقطة الرابعة ليه في الشوط الثاني من هذا اللقاء. 1-4 محمد البيلي 1 لاعب النادي الاهلي. سيد رمضان 4 لاعب نادي الزمالك. وضربة ارسال مع محمد البيلي. شبكة تعاد. كور قصيرة وهجوم من سيد رمضان بالباك هاند على اقصى يسار اللاعب محمد البيلي ولكن خارج الطاولة. يتقلص الفارق الى نقطتين. 2-4 محمد البيلي مش هيستسلم. هيحاول ان هو يقلص هذا الفارق. لعيب من لاعبي المنتخب القومي المصري سيد رمضان. ضربة ارسال. كور قصيرة وهجوم من محمد البيلي ورد من سيد رمضان ولكن ينهي محمد البيلي هذه النقطة لصالحه ويقلص الفارق الى نقطة واحدة. تصبح النتيجة 3-4 ومعاه ضربة الارسال. اربعة ثلاثة. ضربة الارسال مع سيد رمضان لاعب نادي الزمالك. كور قصيرة وهجوم من سيد رمضان ولكن تحف الكرة اعلى الشبكة وتغير من اتجاهها خارج الطاولة وتصبح النتيجة التعادل 4-4 وضربة ارسال مع محمد البيلي لاعب النادي الاهلي صاحب القميص الاحمر. هجوم من سيد رمضان ورد اجمل من محمد البيلي. يتقدم للمرة الاولى في هذا الشوط الثاني من المباراة الاولى للقاء الاهلي والزمالك 5-4 بفارق نقطة واحدة. محمد البيلي اللي معاه ضربة الارسال. بيحاول سيد رمضان انه يهاجم من ضربة الارسال ولكن يحصد محمد البيلي النقطة الستة ليه وتصبح النتيجة 4-6. كور قصيرة وهجوم محمد البيلي وهجوم اجمل من سيد رمضان بكرة ساحقة من خلف المضرب يقلص الفارق الى نقطة واحدة وتصبح النتيجة 5-6. سيد رمضان مع ضربة الارسال. قلت لكم محمد البيلي مش هيسكت. هجوم من البيلي ولكن في الشبكة
يتقلص الفارق وتصبح النتيجة التعادل 6-6. المنشفة، التقاط الأنفاس، 6-6. ضرب الإرسال مع محمد البيلي لاعب النادي الأهلي اللي كان متقدم بنقطتين، ولكن سيد رمضان قلص هذا الفارق وتصبح التعادل 6-6. ضربة إرسال طبعا قصيرة وهجوم من محمد البيلي، ولكن للمرة الثالثة أو الرابعة الكرة تحف أعلى الشبكة وتغير من اتجاهها خارج الطاولة، ويتقدم مرة أخرى سيد رمضان لاعب نادي الزمالك بفارق نقطة واحدة 6-7. ضربة إرسال مع محمد البيلي، هجوم من سيد رمضان، هجوم جميل من سيد رمضان بكرة لولبية أمامية في وسط الطاولة، ويصبح الفارق نقطتين لصالح سيد رمضان 8-6. اللي معاه ضربة الإرسال، كور قصيرة وهجوم من محمد البيلي الباك هاند ولكن خارج الطاولة، يصبح الفارق 3 نقاط للاعب نادي الزمالك سيد رمضان 9-6. كور قصيرة وهجوم من محمد البيلي ولكن ايضا خارج الطاولة، الفارق 4 نقاط 6-10 لصالح لاعب نادي الزمالك سيد رمضان. هل هيستسلم محمد البيلي؟ هنشوف. اللي معاه ضربة الارسال، هجوم من سيد رمضان، هجوم من سيد رمضان ولكن في الشبكة، يتقلص الفارق الى 3 نقاط. موقف صعب لمحمد البيلي، لان لو سيد رمضان حصد هذه النقطة بينتهي الشوط الثاني لصالحه. هنشوف محمد البيلي، معاه ضربة الارسال لاعب النادي الاهلي، كور قصيرة وهجوم من محمد البيلي، كورة لولبية خلفية جميلة على اقصى يسار اللاعب سيد رمضان يحصد بها النقطة الثامنة لي، ويتقلص الفارق الى نقطتين، تصبح النتيجة 8-10 لصالح لاعب نادي الزمالك سيد رمضان اللي بيحاول جاهدا انه ياخد هذا الشوط. مع ضربة ارسال سيد رمضان 10-8، هجوم من سيد رمضان ولكن في الشبكة ايضا، يتقلص الفارق الى نقطة واحدة 10-9. الجماهير بتشجع اللاعبين، سيد رمضان ضربة ارسال، هجوم من سيد رمضان ورد من محمد البيلي، هجوم من سيد رمضان يحصد بها النقطة 11 وينهي الشوط الثاني لصالحه 11-9. لتصبح نتيجة المباراة الأولى 1-1. محمد البيلي كان حصد الشوط الأول لصالحه 11-8، سيد رمضان بيحصد الشوط الثاني لصالحه 11-9. لتصبح نتيجة المباراة الأولى 1-1 حتى الآن. هنشوف محمد البيلي، دخل كمان الكابتن سيد لاشين زميله بيحاول ان هو كمان يديله نصائح وتعليمات وارشادات مع الجهاز الفني، كابتن اشرف صبحي كمان اهو بيوجهه بيشجعه بيحث من ازره. كابتن سيد لاشين لاعب مخضرم يطلق عليه اسد تنس الطاولة المصرية والعربية والافريقية، بيساعد زميله. يتوجه اللاعبان الان الى طاولة اللعب. الشوط الثالث اعزائي مشاهدي قناة الاهلي، ضربة ارسال مع سيد رمضان لاعب نادي الزمالك، كور قصيرة وهجوم من هجوم جميل بضربة باك هاند سبين من اللاعب محمد البيلي يحصد بها النقطة الأولى لي لا شيء واحد، وهجوم جميل من
سيد رمضان على اقصى يسار اللاعب محمد البيري بضربة باك هاند بين فيها دوران يحصد بها النقطة الأولى ليه وتصبح النتيجة 1-1 وضربة إرسال مع محمد البيلي اللي بيخفق في ضربة الإرسال الأولى ليه في هذا الشوط وتصبح النتيجة 1-2 ضربة إرسال مع محمد البيلي وهجوم من محمد البيلي وهجوم أقوى من اللاعب سيد رمضان اللي بيشجع نفسه يحصد بها سيد رمضان النقطة الثالثة له ويصبح الفارق نقطتان سيد رمضان مع ضربة ارسال متقدم 3-1 كور قصيرة وهجوم من محمد البيري بضربة لولبية امامية قوية على اقصى يمين اللاعب سيد رمضان يتقلص الفارق الى نقطة واحدة سيد رمضان مع ضربة ارسال 3-2 وسيد يحط الكرة في الشبكة وتصبح النتيجة 3-3 مجموعهم 6 المنشفة والتقاط الأنفاس محمد البيلي مع ضربة الإرسال لاعب النادي الأهلي صاحب القميص الأحمر هجوم من محمد البيلي خارج الطاولة من سيد رمضان يتقدم محمد البيلي 4-3 بفارق نقطة واحدة ومعاه ضربة الإرسال الثانية يمين وشمال من سيد رمضان وهجوم هجوم مباغت من سيد رمضان تصبح النتيجة 4-4 في الشوط الثالث سيد رمضان مع ضربة الإرسال لاعب نادي الزمالك كرة هجومية من محمد البيلي على أقصى يسار اللاعب سيد رمضان ولكن خارج الطاولة يتقدم سيد رمضان 5-4 بفارق نقطة واحدة ضربة إرسال قوية ولكن سيد رمضان يطلع الكرة خارج الطاولة وتصبح النتيجة 5-5 التعادل وضربة إرسال الآن مع محمد البيلي لاعب النادي الأهلي لاعب المنتخب القومي المصري في تنس الطاولة وهجوم من محمد البيلي بيتميز بضرباته الخلفية الباك هاند ولكن خارج الطاولة تصبح النتيجة 5-6 لصالح لاعب نادي الزمالك سيد رمضان وضربة إرسال مع محمد البيلي محمد البيلي بيحاول انه يهاجم من داخل الطاولة ولكن يضع الكرة خارج الطاولة ويصبح الفارق نقطتان لصالح لاعب نادي الزمالك سيد رمضان اللي بيتقدم 7-5 ومعاه ضربة الارسال طبعا بيحاولوا في ضربات الارسال انها تكون ورا الشبكة قصيرة وهجوم جميل بضربة لولبية امامية قوية ساحقة من اللاعب سيد رمضان لاعب نادي الزمالك يتقدم بفارق 3 نقاط تصبح النتيجة 8-5 ومعاه ضربة الارسال الثانية ليه هجوم من سيد رمضان ولكن في الشبكة يتقلص الفارق الى نقطتين ومحمد البيلي معاه ضربة الارسال 6-8 اللاعب المحترف بألمانيا محمد البيلي ضربة إرسال قصيرة وهجوم هجوم ولكن سيد رمضان خارج الطاولة تصبح النتيجة 7-8 بفارق نقطة واحدة لصالح لاعب نادي الزمالك سيد رمضان بيستأذن الحكم انه ايده مبلولة محمد البيلي ضربة إرسال 7-8 شوط مهم لكلا اللاعبين هجوم من محمد البيلي ورد من سيد رمضان في الشبكة تصبح النتيجة التعادل 8-8
وتغيير لضربة الإرسال مع سيد رمضان لاعب نادي الزمالك اللي على الجانب الأيسر من الطاولة. هجوم جميل، هجوم من اللاعب محمد البيلي ويخم فيها سيد رمضان بكرة ماكرة يهيئ للاعب سيد رمضان انها هتجيله في الجانب الايمن، ولكن محمد البيلي يحطها في الجانب ويرد عليه سيد رمضان بكرة ماكرة ايضا على يسار اللاعب محمد البيلي، وتصبح النتيجة 9-9 والتقاط الانفاس. شوط جميل، تنافس شريف، تنس الطاولة تتميز بالندية القوة الرشاقة المرونة. محمد البيلي 9-9 ومعاه ضربة الإرسال. ضربة إرسال قوية، ضربة إرسال قوية يحصد بها اللاعب محمد البيلي النقطة العشرة ليه، ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن سيد رمضان 10-9. لو محمد البيلي اخذ النقطة دي بينتهي الشوط الثالث لصالحه. يا سلام، محمد البيلي بيحصد النقطة ال11 ليه في الشوط الثالث، وتصبح النتيجة 2-1 في هذه المباراة في الأشواط. اتنرفز اللاعب سيد رمضان لان الكرة ما قدرش ان هو يردها ردا سليما، ويتقدم محمد البيلي لاعب النادي الاهلي 2-1 في المباراة الاولى في لقاء الاهلي والزمالك في الدورة المجمعة الاولى للرجال بإصالة رقم 2 للنادي العام لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. ويتلقى اللاعب محمد البيلي التعليمات والنصائح والإرشادات بين الشوطين أو بين الأشواط من الجهاز الفني المحترم بقيادة الكابتن أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، كابتن أشرف صبحي مدرب الرجال، والخبير الصيني زانج تشاولينج. الشوط الرابع أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، وضربة الإرسال الأولى لمحمد البيلي. هجوم من محمد البيلي، ضربة لولبية أمامية قوية يحصد بها النقطة الأولى ليه، ويتقدم 1-0 في الشوط الرابع. شكله كده بيكشر عن أنيابه علشان ينهي المباراة الأولى لصالح النادي الأهلي ولصالحه. أهو يتقدم بفارق نقطتين 2-2. محمد البيلي لاعب النادي الأهلي والمنتخب القومي المصري اللي ثبت أقدامه في المنتخب مع زملائه، وأدي كرة لولبية أمامية قوية من محمد البيلي على أقصى يمين اللاعب سيد رمضان، ويطلب اللاعب سيد رمضان تايم اوت، وقت مستقطع. شاف ان محمد البيلي متقدم بثلاث نقاط، فالسيد رمضان قال لك لا بقى، اما هدي شوية وارجع الى الجهاز الفني بتاعي عشان اخد تعليمات ونصائح وارشادات من الكابتن محمد سيد وكابتن اسلام المحمدي ومحمد البيلي اللي نازل الشوط الرابع مكشر عن انيابه، عايز ينهي هذه المباراة لصالحه ولصالح النادي الاهلي عشان يريح زملائه اللي هيلعبوا بعده. في انتظار اللاعب
سيد رمضان لاعب نادي الزمالك اللي بيغير الفانيلا بتاعته. لا شيء ثلاثة اعزائي مشاهدي قناة الاهلي، وضربة ارسال مع سيد رمضان لاعب نادي الزمالك، وكرة خارج الطاولة من اللاعب محمد البيلي ليتقلص الفارق الى نقطتان، ومتقدم محمد البيلي 3-1. ضربات الارسال عادة بتكون ورا الشبكة قصيرة مكيرة، ولكن المرة دي طويلة. سيد رمضان يحاول يهاجم ولكن خارج الطاولة، يصبح الفارق بين النقاط 3 لصالح محمد البيلي المتقدم 4-1 ومعاه ضربة ارسال. هجوم من سيد رمضان ولكن خارج الطاولة، بيحاول سيد رمضان ولكن خلاص بدأ يفقد تركيزه، وبدأ محمد البيلي يتحكم في مقاليد المباراة ويحصد النقطة تلو الأخرى. ضرب الإرسال مع سيد رمضان 1-5، شبكة تعاد. لابد أن تعبر الكرة مجموعة الشبكة، وآدي نقطة كمان لمحمد البيلي اللي بيتقدم بفارق 5 نقاط 1-6. وضربة إرسال مع سيد رمضان اللي بينوع من ضربات إرساله، شبكة تعاد. بيحاول محمد البيلي إنه يهاجم من ضربة الإرسال ولكن خارج الطاولة 6-2، وتغيير لضربة الإرسال مع محمد البيلي لاعب النادي الأهلي صاحب القميص الأحمر على يسار الطاولة. هجوم من محمد البيلي، هجوم ولكن خارج الطاولة 6-3، يتقلص الفارق إلى 3 نقاط، ولكن تقدم أهلاوي. محمد البيلي طلب وقت مستقطع، محمد البيلي شاف ان الفارق عمال يتقلص بعد ما كان 5 نقاط اصبح 4 ثم 3، ممكن يكون عايز يلتقط انفاسه يراجع حساباته. اهو الجهاز الفني ومعاهم كمان الكابتن سيد لاشين اللاعب المخضرم في النادي الاهلي، وادي كابتن اشرف صبحي مدرب الرجال، كل يدلي بدلو. ومحمد البيلي كل اذان صاغيه، استجمع قواه والتقط انفاسه واعاد حساباته، ومعاه ضربة الإرسال الثانية ليه 6-3. محمد البيلي لاعب النادي الأهلي اللي شكله كده عايز ينهي هذه المباراة لصالحه، وآدي هجوم جميل بضربة باك هاند من يمين الطاولة على أقصى يمين اللاعب سيد رمضان، لا يستطيع أن يردها ردا سليما. سيد رمضان مع ضربة إرسال وضربات متبادلة، يضعها اللاعب محمد البيلي لاعب النادي الأهلي في الشبكة، الفارق 3 نقاط 4-7. وضربة ارسال مع سيد رمضان لاعب نادي الزمالك، وهجوم من سيد رمضان بالباك هاند ولكن في الشبكة، بيبص للمضرب لكن المضرب ماله، انت اللي ضربت الكورة، انت اللي حطيتها في الشبكة. 8-4 لصالح النادي الاهلي. هجوم عنيف من اللاعب محمد البيلي، يبادر بالهجوم ويحصد النقطة التاسعة ليه، ويصبح الفارق 5 نقاط 9-4 مع ضربة ارسال. هجوم من سيد رمضان بكرة لولبية أمامية قوية على يمين اللاعب محمد البيلي، يحصد بها النقطة الخامسة ويقلص الفارق إلى 4 نقاط، ومعاه ضربة ارسال. هجوم من سيد رمضان وهجوم أجمل، رد أجمل من محمد البيلي بضربة أمامية لولبية في وسط الطاولة، يحصد بها النقطة الـ10 ليه، ماتش بوينت. ينهي اللاعب محمد البيلي هذه المباراة لصالحه بفوزه بالشوط الرابع 11-5، ويتقدم النادي الاهلي في لقائه اليوم في الدورة المجمعة الاولى بنتيجة 1-0.
طبعا مراسم الختام بين اللاعبين بعد ما ينتهوا لازم يروح يسلم على الفريق المنافس واللاعب المنافس ويسلم على زملاته. بيستعد الان اعزائي مشاهدي قناة الاهلي اللاعب شادي مجدي لاعب النادي الاهلي للمباراة الثانية في لقاء الاهلي والزمالك مع اللاعب كريم خالد العراقي لاعب نادي الزمالك. الاثنين لاعبي المنتخب القومي المصري حافظين بعض. من اللحظة الاولى من البداية بيتلقى شادي مجدي التعليمات والنصائح والارشادات من الخبير زانج تشاولينج الخبير الصيني والجهاز الفني كابتن اشرف عبد الفتاح وكابتن اشرف صبحي وبيكلم زملاته بيطلب منهم الفوطة. يحكم هذه المباراة الحكم الدولي رضا عطية وعلى العداد الحكم الدولي معتز صالح حكام منطقة الإسماعيلية والاتحاد المصري لتنس الطاولة. يجري القرعة حكم المباراة. هنشوف مين هيختار ضربة الإرسال، شادي مجدي ولا كريم العراقي. كور للإحماء قبل بدء المباراة الثانية من لقاء الأهلي والزمالك في الدورة المجمعة الأولى. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي من الصالة رقم 2 للنادي العام لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية. اللاعب قبل بدء المباراة بياخد إحساس الطاولة ويجرب المضرب بتاعه كورتين كده وفي انتظار إعلان حكم المباراة لبداية الشوط الأول. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان النادي الاهلي اللعيبة بتاعته في منهم العديد المحترفين خارج حدود الوطن زي محمد البيلي في فنار بخشة التركي. سيد لاشين كان محترف ايضا في العديد من الأندية خارج القطر المصري. يستعد الآن أعزائي مشاهدي قناة الأهلي اللاعب شادي مجدي لضربة الإرسال الأولى في الشوط الأول من المباراة الثانية. ضربة إرسال قوية من شادي مجدي يحصد بها النقطة الأولى ليه ويتقدم واحد لشيء ومعه ضربة إرسال الثانية. ضربة إرسال قوية يعقبها بهجوم ولكن خارج الطاولة تصبح النتيجة التعادل 1-1. كريم العراقي ضربة الإرسال الأولى ليه في الشوط الأول وهجوم من شادي مجدي ورد أجمل من كريم العراقي ولكن شادي مجدي ينهي هذه النقطة لصالحه ويتقدم نقطتين 1-2 لصالح اللاعب شادي مجدي لاعب النادي الاهلي وهجوم من ضربة الارسال ولكن خارج الطاولة. التعادل 2-2 وتغيير لضربة الارسال. شادي مجدي صاحب القميص الاحمر لاعب النادي الاهلي ضربة ارسال قصيرة وهجوم بضربة لولبية امامية قوية من اللاعب شادي مجدي في وسط الطاولة لا يستطيع اللاعب كريم العراقي ان يردها ردا سليما وتعدي كده من جنبه. يتقدم شادي مجدي 3-2 بفارق نقطة واحدة. التعادل ضربة ارسال يخفق فيها اللاعب شادي مجدي
ويضعها في الشبكة. ضربة الإرسال أعزائي مشاهدي قناة الأهلي من المهارات الأساسية في لعبة تنس الطاولة، يستطيع اللاعب بها أن يحصد النقاط 3-3. وهجوم من كريم العراقي ولكن خارج الطاولة 3-4. تقدم للاعب النادي الأهلي شادي مجدي، وضربة إرسال مع كريم العراقي لاعب نادي الزمالك، ضربة إرسال قوية وهجوم من كريم العراقي، هجوم مباغت قوي على يمين اللاعب محمد، على يمين اللاعب شادي مجدي، يحصد بها كريم العراقي النقطة الرابعة ليه، وتصبح النتيجة 4-4. تغيير في ضربة الإرسال مع شادي مجدي، يا سلام يا شادي، يا سلام يا شادي، ضربة لولبية أمامية من يسار الطاولة على يسار اللاعب كريم العلاقي، يحصد بها النقطة الخامسة ليه ويتقدم بفارق نقطة واحدة 5-4. ومعاه ضربة إرسال شادي مجدي، يا سلام يا شادي، يا سلام يا شادي، النقطة السادسة ليه، ويصبح الفارق نقطتان لصالح شادي مجدي 4-6. وضربة إرسال مع كريم العراقي، هجوم من كريم لكن الحظ يلعب مع شادي مجدي، وتحف الكرة حافة الشبكة وتغير من اتجاهها، لا يستطيع اللاعب كريم العراقي أن يردها ردا سليما، يصبح الفارق 3 نقاط 4-7. هجوم من كريم العراقي ولكن في الشبكة، تقدم للاعب النادي الأهلي شادي مجدي 8-4 بفارق 4 نقاط. ضربة إرسال مع شادي مجدي، يركز، ضربة إرسال قوية، ضربة إرسال قوية على يسار اللاعب كريم العراقي اللي حاول ان هو يرفعها سبن من اقصى يسار الطاولة، ولكن يحصد اللاعب شادي مجدي النقطة التاسعة ليه، ويبقى قاب قوسين او ادنى من حصد الشوط الاول. بيهاجم شادي مجدي ولكن كرة خارج الطاولة، يتقلص الفارق الى 4 نقاط 5-9. وضربة ارسال مع كريم العراقي لاعب نادي الزمالك، ضربات متبادلة، يحصد بها شادي مجدي النقطة العاشرة ليه 5-10. وهجوم، هجوم، هجوم من كريم العراقي ولكن شادي مجدي يرد الكرة ردا جميلا ويحصد النقطة 11 ليه في الشوط، وينهي لصالحه 11-5. الشوط الاول اعزائي مشاهدي قناة الاهلي من المباراة الثانية في لقاء الاهلي والزمالك في الدورة المجمعة الاولى بالصالة رقم 2 بنادي هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. شادي مجدي تحمس وبياخد جرعة من المياه ويتلقى التعليمات والنصائح والإرشادات من زميله المخضرم اللاعب لاعب النادي الأهلي سيد لاشين، اللي اعتزل اللعب دوليا ولكن النادي الاهلي متمسك بوجوده، بيدي روح جميلة لزملائه وللفريق، قدوة حسنة، نموذج مشرف كابتن سيد لاشين. وادي زانج شاولينج الخبير الصيني اللي كان مدرب للمنتخب القومي المصري، ولكن النادي الاهلي استطاع ان يبرم تعاقده معه. اعزائي مشاهدي قناة الاهلي الان مع الشوط الثاني من المباراة الثانية، كريم العراقي هجوم وضربة ارسال اولى، يتقدم بها اللاعب شادي مجدي لا شيء واحد، بيحاول تردد اللاعب كريم العراقي
يدافع ولا يهاجم، وفي الاخر حطها في الشبكة. اتنين لا شيء لصالح شادي مجدي. وهجوم، كرة ساحقة بين اللاعب شادي مجدي ينهي بها الشوط، ينهي بها النقطة الثالثة ليه، ويتقدم بفارق 3 نقاط. وهجوم من كريم العراقي اللي بدأ يختل توازنه. تقدم لشادي مجدي لاعب النادي الاهلي بفارق 4 نقاط، لا شيء 4. كريم بدأ يتملكه اليأس، ولكن هنشوف. ادي شادي بيديله هدية، كرة يضعها في الشبكة، يقلص كريم العراقي الفارق الى 3 نقاط، وتصبح النتيجة 1-4 ومعه ضربة ارسال. هجوم تاني من ضربة الارسال لشادي مجدي ولكن خارج الطاولة، ويتقلص الفارق الى 2 نقطة. 4-2، مجموعهم 6. يحق لي اللاعب استخدام المنشفة لالتقاط الانفاس ويمسح او يزيل عرقه. ضربة ارسال مع شادي مجدي لاعب النادي الاهلي صاحب القميص الاحمر، قصيرة ماكرة، يضعها اللاعب كريم العراقي في الشبكة، ويحصد بها اللاعب شادي مجدي النقطة 5 لي، ويصبح الفارق 3 نقاط. ولكن شادي مجدي يضع ضربة الارسال في الشبكة 3-5، يتقلص الفارق الى 2 نقطة. كريم العراقي ضربة ارسال، بيحاول يهاجم متردد، اللاعب شادي مجدي بيلعب له كور ماكرة قصيرة. 3-6، وهجوم من شادي مجدي ولكن خارج الطاولة، يتقلص الفارق الى 2 نقطة. 6-4، وضربة ارسال مع شادي مجدي. هجوم من كريم، هجوم من كريم، ولكن المرة دي الضربة الثانية تكون في الشبكة. 7-4 لصالح شادي مجدي. كورة جميلة ولكن ما تكملش من شادي مجدي. كريم يقلص الفارق الى 2 نقطة، وتصبح النتيجة 5-7 لصالح شادي مجدي. وضربة ارسال مع كريم العراقي لاعب نادي الزمالك اللي بيحاول ويجتهد عشان يقلص الفارق، يحاول ياخد هذا الشوط. هنشوف. هجوم من كريم، هجوم، هجوم عنيف من كريم العراقي، يكشر عن انيابه ويحصد النقطة 6 لي، ويقلص الفارق الى 1. 6-7، ومعاه ضربة ارسال. ضربة ارسال زي ما قلنا مهارة من مهارات لعبة تنس الطاولة، يستطيع اللاعب ان يحصد بها النقاط. وادي شادي بيقول له لا انا مش هسكت، انا متقدم وهحافظ على تقدمي ده. ضربة ارسال مع شادي مجدي لاعب النادي الاهلي اللي متقدم بفارق 2. 8-6. يا سلام يا شادي، ولكن في الشبكة بيحاول انه يعمل او يضرب ضربة ساحقة. 8-7، الفارق 1. ضربة ارسال مع شادي، هجوم من شادي، هجوم من شادي بضربة لولبية خلفية من الباك هاند، يحصد بها النقطة 9 ليه. الفارق 2 نقطة لصالح شادي. وضربة ارسال مع كريم 7-9. الكرة تحف او ترتطم بحافة الشبكة، بحافة الطاولة، تاتش، يحصد بها اللاعب شادي مجدي النقطة 10 ليه، ويبقى قاب قوسين او ادنى من الفوز بهذا الشوط الثاني.
ضربات متتالية يحصد بها اللاعب شادي مجدي النقطة الأخيرة لي في الشوط الثاني ويتقدم 11-7. اثنين لشيء في الأشواط لصالح شادي مجدي لاعب النادي الأهلي في المباراة الثانية اللي فاز بيها محمد البيلي، 3-3 بيلعب طبعا اللاعب كريم العراقي في ضغط نفسي لأن المباراة الأولى نادي الزمالك خسرها، أما شادي مجدي فأعصابه بتكون أهدى لأن زميله محمد البيلي في المباراة الأولى ريحه وفاز بيها، ولكن تقدم شادي مجدي بشوطين في المباراة الثانية. حكم المباراة يعلن تايم انتهاء الوقت المصرح به لأخذ التعليمات والنصائح والإرشادات. كابتن أشرف صبحي بيشد من أزره، كابتن أشرف عبد الفتاح، الجهاز الفني المحترم لنادي الأهلي في تنس الطاولة للرجال. 2-2 أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، وهيبدأ الآن الشوط الثالث. شادي مجدي معاه ضربة إرسال، وضربة إرسال ماكرة يحصد بها شادي مجدي النقطة الأولى ليه ويتقدم 1-0، ومعاه ضربة إرسال الثانية. هجوم متبادل وضربات جميلة من كلا اللاعبين، ولكن كريم العراقي يستطيع أن يحصد النقطة الأولى ليه في الشوط الثالث وتصبح النتيجة 1-1. ضربة إرسال مع كريم العراقي اللي بيحاول، هجوم من شادي ولكن في الشبكة. 2-1 تقدم للمرة الأولى لكريم العراقي. هجوم بضربة لولبية أمامية قوية للاعب كريم العلاقي على أقصى يمين اللاعب شادي مجدي، ويتقدم كريم العراقي للمرة الأولى 1-3. هجوم من شادي يقلص الفارق إلى نقطة واحدة. 2-3 هجوم من كريم ورد أجمل من شادي مجدي على أقصى يسار اللاعب كريم العراقي، لا يستطيع أن يرد الكرة ردا سليما، تعدي الكرة من جنبه وتصبح النتيجة 3-3، وتغيير في ضربة الإرسال مع اللاعب كريم العراقي لاعب نادي الزمالك. هجوم من شادي مجدي ولكن تحف الكرة أعلى الشبكة وتطلع بره الطاولة. 4-3 تقدم مرة أخرى لكريم العراقي بفارق نقطة واحدة. يا سلام يا كريم، يا سلام يا كريم، ضربات لولبية أمامية قوية على يسار اللاعب شادي مجدي يحصد النقطة الخامسة لي، ويصبح الفارق نقطتين لصالح اللاعب كريم العراقي 3-5، وضربة إرسال مع شادي. ضربة إرسال قوية لا يستطيع اللاعب كريم العراقي أن يردها ردا سليما، ويتقلص الفارق إلى نقطة واحدة 4-5، وضربة إرسال مع شادي مجدي. كريم العراقي يرد الكرة، بيتردد دائما كريم العراقي في رد الكرة ما بين الدفاع أو الهجوم. التعادل 5-5 في الشوط الثالث أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. كرات متبادلة يحصد بها كريم العراقي النقطة الستة لي، ويتقدم للمرة الثالثة 6-5. شادي مجدي هجوم مباغت بضربة باك هاند على أقصى يمين اللاعب كريم العراقي، ما يقدرش يلحقها كريم،
وتصبح النتيجة التعادل 6-6. شادي بيقول له تعال لي، انا مش هسكت، انا مش هسيبك تتقدم تاني. ده ما يدور بخلد شادي مجدي. هنشوف. رجع ورا كريم، رجع ورا كريم وبيهاجم من خارج الطاولة بضربات لولبية من الباك هاند، ويختمها بضربة لولبية امامية من الفور هاند. لا يستطيع اللاعب شادي مجدي ان يردها ردا سليما، وتصبح النتيجة 6-7. ضربة ارسال مع شادي مجدي. كرة جميلة من كريم العراقي، يستخدم جزع ايده ويدور الكرة ويحصد النقطة الثامنة ليه، ويتقدم بفارق نقطتين ومعاه ضربة ارسال. هجوم من شادي مجدي ولكن خارج الطاولة. يزداد الفارق الى 3 نقاط لكريم العراقي اللي بيعلن عن نفسه في الشوط الثالث، وبيقول انا مش هستسلم، انا لسه عندي اهو. هنشوف. شادي مجدي، شادي مجدي بيخفق في 4 نقاط متتالية ويصبح الفارق 4 نقاط 6-10، ومعاه ضربة ارسال. اذا كريم العراقي حصد هذه النقطة يبقى بيفوز بالشوط الثالث. هنشوف. هجوم من شادي مجدي، هجوم قوي من ضربات باك هاند، يحصد النقطة 7 لي ويقلص الفارق الى 3 نقاط 7-10، ومعاه ضربة الارسال. كريم بيحاول تاني للكرة من داخل الطاولة ولكن يضعها خارج الطاولة، يتقلص الفارق الى 2 نقطة لصالح كريم العراقي 10-8، ومعاه ضربة ارسال. ضربة الارسال بتكون ميزة لصاحبها، يستطيع ان يحصد بها النقاط، يستطيع ان يتحكم في مقاليد النقطة وسرها. تردد تاني ولكن شادي مجدي بيعطي كريم العراقي هدية. 11-8 الشوط الثالث لصالح كريم العراقي لاعب نادي الزمالك، وتصبح نتيجة المباراة الثانية اعزائي مشاهدي قناة الاهلي 2-1 لصالح النادي الاهلي. شادي مجدي يعني لسان حاله، الحقوني قولولي اعمل ايه. كابتن سيد لاشين دائما وابدا يقف في ظهر زملائه من اللاعبين الجدد واللاعبين الاصغر سنا. بيتميز الجهاز الفني للنادي الاهلي انهم من ابناء النادي، الابطال، اصحاب الالقاب العربية والافريقية. كابتن اشرف صبحي، كابتن اشرف عبد الفتاح. ومع ذلك ما فيش مانع ان احنا نستعين بخبير صيني. الصين متقدمة في لعب التنس الطاولة، لها الكعب العالي في مستوى الرجال والسيدات، تتقلد كل الميداليات او اغلبها الذهبية في بطولات العالم والدورات الاولمبية والبطولات الدولية. 2-1 اعزائي مشاهدي قناة الاهلي لصالح اللاعب شادي مجدي، وده الشوط الرابع. لو استطاع اللاعب كريم العراقي لاعب نادي الزمالك ان يحصل هذا الشوط تبقى نتيجة 2-2، وحنحتكم الى شوط فاصل. اما اذا استطاع اللاعب شادي مجدي انه يفوز بهذا الشوط بتنتهي المباراة 3-1 لصالحه. هنشوف. شادي مجدي نازل مكشر على انيابه، هجوم عنيف، يحصد النقطة الاولى ليه ويتقدم لا شيء 1. ضربة ارسال مع كريم العراقي لاعب نادي الزمالك. كور قصيرة وهجوم من شادي مجدي، هجوم من شادي مجدي ولكن خارج الطاولة. اللاعب كريم العراقي ردها له بذكاء في اقصى يساره،
واحد واحد. ضربة ارسال مع شادي مجدي، ضربة ارسال قوية ولكن خارج الطاولة، تصبح النتيجة واحد اثنين لصالح كريم العراقي لاعب نادي الزمالك، وضربة ارسال مع شادي مجدي لاعب النادي الاهلي. يا سلام يا شادي، من اقصى اليمين بالباك هاند يضع الكرة في اقصى يمين اللاعب كريم العراقي ويحصد التعادل 2-2. كريم العراقي معاه ضربة الارسال، وهجوم، هجوم من شادي، هجوم من شادي بضربات لولبية امامية قوية في اماكن صعبة، اقصى يمين اللاعب كريم العراقي لا يستطيع ان يرد الكرة ردا سليما، ويحصد النقطة الثالثة ليه شادي مجدي، ويتقدم بفارق نقطة واحدة 2-3. بيحاول كريم العراقي انه يبادر بالهجوم ولكن الرالي بتاعه مش مستمر، نفسه قصير. الفارق نقطتان لصالح اللاعب شادي مجدي لاعب النادي الاهلي، ولكن طلب وقت مستقطع اللاعب شادي مجدي رغم انه متقدم 4-2، ولكن ممكن يكون عايز يلتقط الانفاس، ياخد جرعة من المياه. زي ما احنا شايفين اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، كابتن سيد لاشين، حقيقة كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز سمح له انه يساعد في اعطاء التعليمات والنصائح والارشادات، هو اقرب سنا للاعب. في لعيبة بترتاح انها تاخد تعليمات ونصائح وارشادات من بعض المدربين او من بعض زملائهم اللاعبين، قانون تنس الطاولة بيسمح. وبعدين مدرب الرجال كابتن اشرف صبحي يقول له كلمتين، وفي الاخر كابتن اشرف عبد الفتاح. انتهى الوقت المخصص لتلقي التعليمات والنصائح والارشادات، وعودة للاعبين شادي مجدي وكريم العراقي لاستمرار الشوط الرابع. اعزائي مشاهدي قناة الاهلي، ضربة الارسال مع شادي مجدي، يا سلام يا شادي، يا سلام يا شادي، ضربة امامية لولبية قوية من اقصى يسار اللاعب شادي مجدي، يضعها بقوة ويتقدم بفارق 3 نقاط ومعاه ضربة ارسال 5-2. بيحاول كريم العراقي انه يبادر بالهجوم وفعلا يحصد النقطة الثالثة ليه ويقلص الفارق الى نقطتان 3-5. وضربة ارسال مع كريم العراقي، كور قصيرة، يخطئ اللاعب كريم العراقي في تقدير الموقف ويحاول انه يهاجم من داخل الطاولة بكرة كانت قصيرة وماكرة من اللاعب شادي مجدي. الحظ، الحظ يحالف اللاعب شادي مجدي في الحصول على هذه النقطة، ويتقدم 7-3 بفارق 4 نقاط. شادي مجدي اللي معاه ضربة الارسال يضع الكرة في الشبكة، يقلص الفارق كريم العراقي الى 3 نقاط 7-4. ضربة ارسال مع شادي مجدي، تردد، التردد بتاع كريم العراقي، التردد من كريم العراقي يخليه يخسر النقطة تلو الاخرى. الفارق 4 نقاط لصالح اللاعب شادي مجدي، النتيجة 4-8. وضربة ارسال مع كريم العراقي لاعب نادي الزمالك، هل كريم هيستسلم؟ هنشوف. شبكة تعاد، كريم يضع الكرة في الشبكة ويصبح الفارق 5 نقاط، ويقترب اللاعب شادي مجدي من انهاء هذا الشوط وانهاء بالتالي المباراة لصالحه.
هجوم من شادي مجدي، هجوم قوي من شادي مجدي ولكن في الشبكة المرة دي. 9-5 يتقلص الفارق الى 4 نقاط، وضربة ارسال مع شادي مجدي لاعب النادي الاهلي. هجوم من كريم يقلص الفارق الى 3 نقاط. 9-6 9-6 ولكن شادي مجدي او كريم العراقي المرة دي بيطلب وقت مستقطع. الوقت المستقطع كل لاعب له الحق في طلب الوقت المستقطع، طلب وقت مستقطع واحد في الشوط. شادي مجدي طبعا عايز ينهي الشوط لصالحه عشان يفوز بالمباراة الثانية لفريقه، واللاعب كريم العراقي يتمنى انه يغير من نتيجة المباراة علشان تصبح النتيجة 1-1 ويعطي فرصة لنادي الزمالك. ولكن هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. حكم المباراة بيعلن انتهاء الوقت المخصص لتلقي النصائح والتعليمات والارشادات. ضربة ارسال مع شادي مجدي اللي متقدم 9-6 في الاشواط و 2-1 في شادي مجدي. 10-6 نقطة واحدة للاعب شادي مجدي ينهي بها هذا الشوط وهذه المباراة. هنشوف هجوم قوي من شادي مجدي ورد اجمل من كريم العراقي، ولكن شادي مجدي ينهي هذا الشوط وهذه المباراة لصالحه 3-1 ويتقدم النادي الاهلي 2-0 في المباريات في هذا اللقاء. تبادل التحية لكلا اللاعبين مع زملائهم من المنافسين وزملائهم في الفريق ومع الجهاز الفني او الاجهزة الفنية. نستعد الان اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان للمباراة الثالثة في هذا اللقاء بين الاهلي والزمالك اللي هيكون اطرافها خالد عصر لاعب النادي الاهلي مع لاعب نادي الزمالك محمد طارق السبكي. في بداية اي مباراة بيتلقى كلا اللاعبين التعليمات والنصائح والارشادات. من الجهاز الفني وزملائهم. خالد عصر لاعب المنتخب القومي المصري ولاعب النادي الاهلي المحترف في نادي كوبنهاجن بالدنمارك بيلاقي اللاعب محمد طارق السبكي لاعب نادي الزمالك اللي اصله كان في النادي الاهلي. نادي الاهلي بيفرق العديد من اللاعبين اللي بيحاولوا انهم ياخدوا فرص للعب في اندية اخرى، لان كتيبة النادي الاهلي تسخر بالعديد من اللاعبين بدل ما اللاعب يقعد على دكة الاحتياط. احيانا بيبقى راغب في انه ياخد فرصة في الاندية المنافسة. حكم المباراة الحكم الدولي معتز صالح اجرى القرعة زي ما انا شايف كده. تقريبا خالد عصر هو الفائز بالقرعة، هيختار حاجة من اتنين، يا ضربة الارسال يا المكان. عادة اللاعب الفائز بالقرعة بيختار ضربة الارسال عشان يكون ليه ميزة السبق في ضربة ارسال قوية يستطيع بها ان يتحكم في مقاليد النقطة الاولى
ويستطيع ايضا ان يحصد بها النقطة الاولى. ضربات متبادلة للإحماء. اذا اللاعب خالد عصر استطاع ان يفوز بهذه المباراة هيتقدم النادي الاهلي 3 ونادي الزمالك لا شيء. اما اذا اللاعب محمد طارق السبكي استطاع ان يفوز بهذه المباراة هتبقى نتيجة 2-1. احنا بنلعب طبعا بيست اوف 7، يعني لازم اي من الفريقين يحصد 4 مباريات سواء متتالية او متفرقة، في النهاية اللي هيحصد المباراة الرابعة قبل الاخر هيفوز باللقاء. بيتبقى لي النادي الاهلي مباراة هي الختامية مع المنافس التقليدي خلال السنتين الماضيتين نادي انبي اللي بيضم لعيبة على مستوى عالي فنيا، ولكن يهم النادي الاهلي انه يفوز بهذه المباراة علشان النقطة الاولى. اعزائي مشاهدي قناة الاهلي للاعب خالد عصر اللي اخذ ضربة الارسال الاولى، ولكن يخفق في النقطة الاولى وتصبح النتيجة لا شيء 1 لصالح اللاعب محمد طارق السبكي. يا سلام يا محمد، يحصد النقطة الثانية لي وتصبح النتيجة 2-2 ومعاه ضربة ارسال. محمد طارق السبكي لاعب نادي الزمالك، هجوم من محمد طارق بضربة لولبية خلفية على اقصى يمين اللاعب خالد عصر اللي لسه ما سخنش. محمد طارق السبكي ضربة ارسال ومتقدم بفارق 3 نقاط. يا سلام يا طارق، ولكن خارج الطاولة. خالد عصر يقلص الفارق الى 2 نقطة وتصبح النتيجة 1-3. خالد معاه ضربة الارسال. محمد طارق يعطي له هدية بانه يطلع الكرة خارج الطاولة من ضربة ارسال 2-3، ومعاه ضربة ارسال خالد عصر وهجوم من محمد طارق السبكي ولكن خارج الطاولة. استطاع خالد عصر ان يقلص فارق 3 نقاط وتصبح النتيجة التعادل 3-3 وضربة ارسال مع محمد طارق السبكي. تقدم ب3 نقاط ولكن خسرهم ورا بعض. محمد طارق السبكي ضربة ارسال عايز يحطها قصيرة ولكن يخفق ايضا في النقطة الرابعة ويتقدم خالد عصر 3-4. هجوم من محمد طارق السبكي ورد جميل من خالد. يا سلام يا سلام يا خالد، يا سلام يا خالد، رد الكرة رد جميل وتقدم بفارق 2 نقطة للمرة الأولى على محمد طارق السبكي 5-3. كرابيك كرابيك خالد عصر بدأت ولكن المرة دي خارج الطاولة، يتقلص الفارق إلى 1 نقطة. 5-4 لصالح خالد عصر اللي معاه ضربة ارسال. ضربة ارسال يضعها محمد طارق السبكي في الشبكة. محمد طارق السبكي معاه ضربة ارسال 4-6 لصالح خالد عصر. هجوم من محمد طارق السبكي ولكن خارج الطاولة. يصبح الفارق 3 نقاط لصالح خالد 4-7 وضربة ارسال مع محمد طارق السبكي. كور قصيرة خالد يخرجها برا الطاولة 7-5 لصالح خالد. لاعب مميز من القوام الرئيسي الان في المنتخب القومي المصري والنادي الاهلي. خالد عصر ضربة ارسال متقدم بفارق 7-5. هجوم من طارق ولكن خارج الطاولة 8-5. خالد عصر
خالد عصر، خالد عصر يكشر عن انيابه ويزود الفارق الى 4 نقاط، 5-9، وضربة ارسال مع محمد طارق السبكي. الاثنين لسه بيجسوا النبض، ولكن 5-10 هجوم جميل من خالد عصر بكرة جميلة ينهي بها الشوط الاول لصالحه 11-5. خالد عصر لاعب النادي الاهلي. خالد عصر لاعب النادي الاهلي ياخد جرعة من المياه، بس دي جرعات مش جرعة واحدة، وينشف عرقه ويتلقى التعليمات والنصائح والارشادات كابتن اشرف صبحي مدرب الرجال في النادي الاهلي. لسان حاله، خلصنا يا خالد، عايزين نخلص من هذه المباراة عشان نستعد للمباراة الختامية مع نادي انبي، هي دي اللي عليها العين. المباراة الثالثة اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، ونستعد للشوط الثاني من المباراة الثالثة في هذا اللقاء الهام بين ناديي الاهلي والزمالك. النادي الاهلي حصد بطولة الدوري العام المصري في تنس الطاولة 10 سنوات متتالية، ما شاء الله استقرار مجلس ادارة النادي الاهلي بيوفره للجهاز الفني واللاعبين، قوام المنتخب القومي المصري الاساسي من لاعبي النادي الاهلي. محمد طارق السبكي يبتدي ضربة الارسال الاولى في الشوط الثاني من اللقاء الثالث، وهجوم من ترابيج اللاعب خالد عصر بضربة باك هاند سبين يحصد بها النقطة الاولى خالد عصر، وادي كورباج من محمد طارق السبكي بيقول له انا كمان اهو اقدر اضرب كرابيك. خالد عصر ضربة ارسال، كرات متبادلة جميلة يحصد بها اللاعب خالد عصر النقطة الثانية ليه، ويتقدم 2-1 ومعاه ضربة الارسال، كور قصيرة وهجوم من خالد ولكن خارج الطاولة. 2-2 التعادل، كانوا زملاء في نادي واحد حافظين بعض. يا سلام يا خالد، يا سلام يا خالد. خالد عصر اللاعب المحترف بنادي كوبنهاجن بالدنمارك، هجوم من محمد طارق سبكي، ولكن اللاعب خالد عصر يحط الكرة في الركن البعيد الهادي من الطاولة في اقصى يسار اللاعب محمد طارق السبكي، يبص لها وهي معدية، ويتقدم اللاعب خالد عصر 4-2 بفارق نقطتين، ومعاه ضربة الارسال كور قصيرة وهجوم من محمد طارق السبكي يخلص الفارق الى نقطة واحدة 4-3. خالد بيقول له انت بتعمل ايه؟ لسان حاله، ولكن هنشوف فعلا خالد يحسب النقطة الخامسة ليه بعقل وباتزان وبحكمة وبخبرة. محمد طارق السبكي 3-5، هجوم من محمد طارق السبكي، كرة عالية ولكن يضعها خارج الطاولة، بيلوم نفسه طبعا لأن الفارق بيزيد إلى 3 نقاط، 3-6. ضربة إرسال مع محمد طارق السبكي، بيروح لها خالد عصر بالباك هاند من أقصى اليمين ولكن يضعها في الشبكة، ويتقلص الفارق إلى نقطتين لصالح خالد عصر. ضربة إرسال مع خالد عصر،
7-4. اللاعب خالد عصر لاعب النادي الاهلي اللي معاه ضربة ارسال في كده زي حشرة مضايقة اللاعب محمد طارق السكي، قال له استنى لما هشها. 5-7. المنشفة والتقاط الانفاس وازالة العرق والعودة مرة اخرى اعزائي مشاهدي قناة الاهلي لكلا اللاعبين. 5-7 وضربة ارسال مع محمد طارق السبكي لاعب نادي الزمالك. هجوم من محمد طارق السبكي ولكن خارج الطاولة. بيلعب بايده اليسرى ودي عادة بتكون ميزة للاعب، بيختبر الكرة. احيانا اللاعب يستشعر ان الكرة حصل لها حاجة، كرتين كده علشان ياخدوا احساس الكرة. عودة مرة اخرى. 5-8 لصالح اللاعب خالد عصر اللي متقدم بفارق 3 نقاط. وضربة ارسال مع محمد طارق السوكي لاعب نادي الزمالك. كرة قصيرة وهجوم من خالد ولكن خارج الطاولة. خالد حس انه نام شوية، بيشجع نفسه بيحمس نفسه بيقول لنفسه العب. 8-6 لصالح خالد عصر اللي معاه ضربة ارسال لاعب النادي الاهلي. ضربات متبادلة، هجوم من خالد يحصد بيها النقطة التاسعة ليه ويتقدم بفارق 3 نقاط. 9-6 ويكشر عن انيابه. ضربة ارسال ولكن شبكة تعاد. حكم الثاني كابتن رضا عطية الحكم الدولي. هجوم من محمد طارق السبكي، ينظر لها خالد عصر، ينظر لها الكرة ولا يستطيع ان يردها. 7-9 لصالح خالد، بيحاول محمد طارق السبكي انه يبادر بالهجوم من اقصى يمين الطاولة لانه لاعب بايده اليسرى ولكن يضع الكرة في الشبكة. تصبح النتيجة 7-10 لصالح خالد عصر وهجوم من خالد ولكن. 10-8 لصالح خالد عصر لاعب النادي الاهلي. اذا استطاع ان يحصد هذه النقطة يبقى بيفوز بالشوط الثاني له في المباراة الثالثة مع ميزة ضربة الارسال. محمد طارق السوكي له رأي اخر، يحصد هذه النقطة ويقلص الفارق الى نقطة واحدة. 10-9 بيطلب وقت مستقطع خالد عصر، حاسس انه مش متظبط، تركيزه مش مظبوط في هذا الشوط. اذا خالد استطاع انه يحصد هذه النقطة بينتهي الشوط. اذا محمد طارق السبكي استطاع انه يحصد هذه النقطة هتبقى النتيجة 10-10 وهنحتكم الى تشوز. لابد ان يحصل اللاعب في هذه الحالة اللي هيفوز بهذا الشوط على نقطتين متتاليتين او فارق نقطتين. اما اذا احد اللاعبين جاب نقطة واللاعب الثاني جاب نقطة هنحتكم ايضا الى تشوز اخر لغاية لما احد اللاعبين يبقى فارق النقاط 2 عن زميله او عن منافسه. هنشوف. ادي خالد عصر بيرجع الى الطاولة ويمسك مضربه وينشف كده مضربه ويستعد. وادي محمد طارق السبكي
10 9 وضربه ارسال مع خالد عصر. هنشوف ضربه ارسال قصيره، ضربه ارسال قصيره، ولكن يضع خالد عصر الكره خارج الطاوله وتصبح النتيجه 10 10 التعادل والتشوز الاول في المباراه وهذا الشوط. شبكة تعاد محمد طارق السبقي يحصد النقطة الأولى في التشوز الأول، تصبح النتيجة 10-11 وخالد عصر يحصد النقطة الأولى لي في هذا التشوز. هنحتكم إلى تشوز آخر 11-11 ضربة إرسال مع محمد طارق السبكي وهجوم من خالد ولكن في الشبكة، يتقدم محمد طارق السبكي بنقطة 11-12 وضربة إرسال مع خالد عصر كور قصيرة وهجوم من خالد يحصد النقطة وتصبح النتيجة 12-12 التشوز الثالث. ضربة الإرسال بتتبادل، كل لاعب بياخد ضربة إرسال في التشوز دلوقتي مع محمد طارق السبكي لاعب نادي الزمالك. خالد عصر أنا حاسس إنه بيفقد تركيزه ويتقدم لمحمد طارق السبكي 12-13 ضربة إرسال مع خالد عصر. محمد طارق السبكي بيقلد خالد عصر بانه بيضع الكره في خارج الطاوله 13-13 الاعصاب متوتره. محمد طارق السبكي ضربه الارسال وهجوم من محمد طارق السبكي ولكن خارج الطاوله، يتقدم خالد عصر 14-13 التشوز الرابع. كرة قوية لولبية خلفية من خالد عصر ينهي بها هذا الشوط لصالحه 15-13 ويتقدم خالد عصر 2-0 في المباراة الثالثة من لقاء الأهلي والزمالك. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، حاول محمد طارق السبكي انه يحصد هذا الشوط لصالحه ولكن خالد عصر كان له رأيا اخر واستطاع انه يتقدم في الاشواط وفي المباراة بنتيجة 2-0 ولكن خالد عصر أثناء سير الشوط الثاني كان بيفقد أحيانا تركيزه ودي كانت بتدي فرصة للاعب محمد طارق السبكي إنه يحصد النقاط النقطة تلو الأخرى، ولكن جمع نفسه خالد عصر في نهاية الشوط واستطاع أن ينهي لصالحه 15-13 وده متهيألي أول شوط في هذا اللقاء أعزائي مشاهدي قناة الأهلي اللي نحتكم فيه الى التعادل والشوز. عودة اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان الى احداث الشوط الثالث من المباراة الثالثة للقاء الاهلي والزمالك بضربة ارسال
مع خالد عصر لاعب النادي الاهلي صاحب القميص الاحمر. خالد عصر اخفق في النقطة الاولى، يتقدم محمد طارق السكي لا شيء واحد. كرة جميلة من خالد عصر استريت مستقيمة على حافة الطاولة اليسرى على الشريط الابيض، تبقى صعبة للاعب محمد طارق السكي اللي معاه ضربة الارسال، اللي بيضع ضربة الارسال خارج الطاولة ويخفق في انه يضرب ضربة ارسال سليمة. تقدم لخالد عصر 1-2 وضربات متبادلة في اليمين والشمال من محمد طارق السكي يحصد بها النقطة الثانية ليه ويتعادل 2-2. ضربة ارسال مع خالد عصر. خطفها محمد طارق السكي بمكر وحصد النقطة الثالثة ليه 2-3. يا سلام يا محمد، يا سلام يا محمد، ضربة لولبية خلفية سبين باك هاند من خارج الطاولة، لا يستطيع خالد عصر أن يرد الكرة ردا سليما، ويتقدم محمد طارق السبكي 4-2 ومعاه ضربة الإرسال. محمد سخن، محمد سخن وبيديله في اليمين والشمال، بينوع من ضرباته، بيكشر عن انيابه، بيحاول انه يحصد شوط الثالث. اللاعب خالد عصر بيشتكي للحكم، بيقول له في حاجة هنا في ارضية الملعب بتضايقني. كابتن الحكم الدولي معتز صالح بيطلب من مسؤول الملعب انه يعالج المشكلة اللي موجودة. كابتن ابو الدهب من كوادر منطقة الاسماعيلية لتنس الطاولة بيضع لاصق على الفاصل ما بين قطع اللي موجودة في ارض الملعب، أرضية متخصصة لتنس الطاولة. الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة الأستاذ معتز عاشور بيحاول إن هو يوفر كافة الأجواء ذات المواصفات والمعايير الدولية للاعبي المنتخب القومي المصري في المنافسات التي يقيمها الاتحاد. من أرضية الملعب الطاولات المستلزمات والأدوات المساعدة وأيضا للسادة الحكام. النتيجة 5-2 لصالح محمد طارق السكي لاعب نادي الزمالك اللي متقدم بفارق 3 نقاط. وانتهى الكابتن ابو الدهب مسؤول الملعب، ولكن الحكم الدولي معتز صالح بيقول له لا، هنا كمان في خلل في ارضية الملعب. الحكم هو المسؤول عن صلاحيات وجاهزية الملعب. ولكن كانت حركة ذكية من خالد عصر علشان يهدئ من روع اللاعب محمد طارق السبكي، هو كده خدره
هنشوف 5-2 لصالح اللاعب محمد طارق السبكي. حكم اللقاء بيعاود اللاعب مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، ودي ضربة إرسال من محمد طارق سبكي وهجوم يحصد به النقطة الستة ليه، ويصبح الفارق 4 نقاط لصالح محمد طارق السبكي 2-6، وضربة إرسال مع خالد عصر. يا سلام يا خالد، كورباج من الباك هاند على أقصى يسار اللاعب محمد طارق السبكي يحصد بها النقطة الثالثة ليه ويقلص الفارق إلى 3 نقاط، ومعاه ضربة الإرسال. وآدي هجوم بضربة لولبية أمامية قوية ذكية ماكرة في وسط الطاولة أو أقرب إلى الوسط من الجانب الأيسر، وتصبح النتيجة 6-4 لصالح محمد طارق السبكي اللي طلب وقت مستقطع. استشعر إن اللاعب خالد عصر بيسحب البساط من تحت قدميه بعد ما كان فارق ب4 نقاط، اصبح الفارق نقطتان. فقال لك لا انا اخد وقت مستقطع، احاول ان انا اهديه، احاول ان انا التقط انفاسي، اعيد حساباتي، اتلقى من التعليمات والنصائح والارشادات. ايضا اللاعب خالد عصر لاعب النادي الاهلي بيستغل نفس الفرصة لتلقي التعليمات والنصائح والارشادات من الجهاز الفني للنادي الاهلي. مدة الوقت المستقطع دقيقة، الا اذا اللاعب طالب الوقت المستقطع انهاها بانه بعد 30 ثانية 45 ثانية قال كده كفاية خلاص، بيلزم الحكم اللاعب المنافس انه يعود الى الطاولة. عودة اعزائي مشاهدي قناة الاهلي، وهجوم شرس من اللاعب محمد طارق السبكي يحصد به النقطة السابعة في الشوط الثالث، ويتقدم بفارق 3 نقاط 7-4، ومعاه ضربة الارسال. هجوم من محمد طارق السبكي، خالد عصر يجيبه بايد الشمال، يجيب الكرة كده بين الشمال ما يلحقهاش بالمضرب من قوتها وسرعتها ودقتها، حطها له محمد طارق السبكي في الحتة الفاضية الركن البعيد 4-8. يا سلام يا خالد، 2 كورباج 1 فورهاند 1 باكهاند يحصد بها النقطة الخامسة ليه ويقلص الفارق إلى 3 نقاط 5-8، ومعاه ضربة الإرسال. يا سلام يا محمد يا طارق يا سبكي، كرة لولبية خلفية قوية ساحقة ينهي بها النقطة التاسعة له 9-4، فارق 4 نقاط، ومعاه ضربة الإرسال محمد طارق السبكي. هجوم من الباك هاند والفور هاند، وتنوع في الضربات. يا سلام يا محمد يا سلام يا محمد، كرة لولبية على أقصى يمين اللاعب خالد عصر يحصد بها النقطة العاشرة ليه ويقترب من إنهاء الشوط لصالحه. هنشوف خالد عصر، الحظ يخلي الكرة ترتطم بحافة الشبكة وتغير من اتجاهها 6-10، ومعاه ضربة ارسال خالد. هنشوف خالد عصر بيحصد النقطة تلو الأخرى ويقلص الفارق إلى 3 نقاط 7-10، ومعاه ضربة ارسال. محمد طارق السبكي بيحاول ينهي الشوط لصالحه فعلا 11-7. محمد طارق السبكي لاعب نادي الزمالك يحصد الشوط الثالث في المباراة الثالثة في لقاء الأهلي والزمالك أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، وتصبح نتيجة المباراة الثالثة 2-1. خالد عصر فاز بالشوط الأول 11-5 والشوط الثاني 15-13، ومحمد طارق السبكي فاز بالشوط الثالث 11-7. يبقى كده لو خالد عصر استطاع في الشوط الرابع انه يفوز به بتنتهي المباراة الثالثة ونحتكم الى المباراة الرابعة. اما اذا استطاع اللاعب محمد طارق السبكي لاعب نادي الزمالك ان يحصد هذا الشوط
هتبقى النتيجة 2-2 ونحتكم الى مباراة شوط فاصل شوط خامس فاصل. اللي يفوز بيه يفوز بهذه المباراة، ولكن النادي الاهلي متقدم في الاشواط، متقدم في المباريات، متقدم في هذا اللقاء. هنشوف محمد طارق السبكي لاعب نادي الزمالك ضربة الارسال في الشوط الرابع. لا شيء كل هجوم من محمد طارق السبكي من كرة في اقصى اليمين، هو لاعب اشول، الى اقصى يسار اللاعب خالد عصر. كرة مستقيمة جميلة قوية سريعة دقيقة، يحصد بها محمد طارق السبكي النقطة الاولى في الشوط الرابع. 1-0. يا سلام يا محمد، بينوع من الضربات واماكن ارتطامها، ولكن خارج الطاولة. 1-1. تغيير ضربة الارسال مع خالد عصر، كور قصيرة وهجوم من محمد طارق السبكي، لا يستطيع خالد عصر ان يرد الكرة ردا سليما وترتطم بالشبكة. 1-2. هجوم من محمد طارق السبكي ولكن خارج الطاولة، تصبح النتيجة 2-2 وضربة ارسال مع محمد طارق السبكي لاعب نادي الزمالك. بيحاول محمد طارق انه يبادر دائما بالهجوم. 3-2. الهجوم هو خير وسيلة للدفاع. اترفعت الكرة طبعا، اقتنسها محمد طارق السبكي بضربة ساحقة ينهي بها هذه النقطة لصالحه ويتقدم بفارق نقطتين 2-4. وضربة ارسال مع خالد عصر. يا سلام يا خالد، ضربة لولبية ماكرة، يحصد بها النقطة الثالثة لي ويقلص الفارق الى نقطة واحدة 3-4. يا سلام يا خالد، بيحاول انه يهاجم ولكن الكرة بتعدي من تحت المضرب. مستغرب خالد ازاي تعدي الكرة من تحت المضرب، بيمسك راسه. 5-3 لصالح محمد طارق السبكي لاعب نادي الزمالك، فارق نقطتين ومعاه ضربة الارسال. ضربات متبادلة هجومية، يحصد بها اللاعب خالد عصر النقطة الرابعة ليه ويقلص الفارق الى نقطة واحدة 5-4. ضربة ارسال مع محمد طارق السبكي لاعب نادي الزمالك. هجوم من محمد طارق السبكي ولكن رد اجمل وهجوم اجمل من اللاعب خالد عصر، يحصد النقطة الخامسة والتعادل 5-5. وتغيير لضربة الارسال مع خالد عصر، بينطق الكورة كده على الارض لغاية لما يرجع اللاعب محمد طارق السبكي اللي مستغرب. هجوم من محمد طارق السبكي بيتميز بيه الكرة اللي من اقصى يمين الطاولة وهو بيلعب بايده اليسار، بتبقى مستقيمة في اقصى يسار اللاعب المنافس او اللاعب خالد عصر. 5-6. يا سلام يا خالد، كورباج، كرة لولبية خلفية من اللاعب خالد عصر، يحصد بها النقطة السادسة لي ويعاود التعادل مرة أخرى مع اللاعب محمد طارق السبكي اللي معاه ضربة الإرسال. 6-6. محمد بيهاجم هجوم شرس عنيف ويحسم هذه النقطة لصالحه 7-6. محمد طارق عايز يعلن عن نفسه،
يا سلام يا محمد، يا سلام يا محمد، كرة من الباك هاند، كورباج فيها دوران خلفي من الجانب الايسر الى الجانب الايمن للاعب خالد عصر اللي معاه ضربة الارسال. 6-8، ادي 7-8. ضربة الارسال لخالد عصر، بيحاول يركز في ضربة الارسال علشان يتحكم في مقاليد النقطة، ومحمد طارق السبكي بيحاول انه يهاجم منذ اللحظة الاولى لاستقباله لارسال خالد عصر. 8-8 التعادل. خالد عصر بيضع منافسه محمد طارق السبكي في موقف صعب. يا سلام يا محمد، كرة جميلة سلسة ناعمة في اقصى يسار، اللاعب خالد عصر يحصد بها النقطة التاسعة ليه. 9-8، النقطة هنا وهنا، الاثنين لعيبة بيطلعوا كل ما في جعبتهم. خالد عصر، كورباج، كورباج، كرة لولبية امامية قوية من اللاعب خالد عصر يحصد بها النقطة التاسعة ليه ويتعادل. 9-9، ومعاه ضربة الارسال خالد عصر. محمد طارق السبكي يلتقط انفاسه، ينشف العرق، يعيد حساباته. هنشوف خالد عصر معاه ضربة الارسال. هجوم من محمد طارق السبكي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا خالد، يا سلام يا محمد. تبادل للكرات اللولبية من خارج الطاولة في شكل استعراضي شو بين اللاعب خالد عصر واللاعب محمد طارق السبكي، ولكن خالد عصر يحصد النقطة لصالحه ويبقى قاب قوسين او ادنى من الفوز بهذا الشوط والمباراة. 10-9، ومعاه ضربة الارسال. يا سلام يا خالد، يوني خالد فعلا هذه النقطة. 11-9 وهذا الشوط، ويتقدم خالد 3-1، ويتقدم النادي الاهلي 3-0 في اللقاء. اعزائي مشاهدي قناة الاهلي، تقدم اهلاوي في هذا اللقاء 3-0 في المباريات، والمباراة الرابعة بتكون بين اللاعب علي اشرف غلاب مع لاعب مؤمن الاز، ودولي لاعبين من الشباب 21 سنة، نظام الدوري المصري في تنس الطاولة، اتحاد المصري تنس الطاولة، باللاعبين الصغار عشان ياخدوا الفرصة ويبقوا قريبين من اللاعبين الكبار، يكتسبوا منهم الخبرات، يكتسبوا منهم الحنكة. وده طبعا نهج جميل من مجلس إدارة النادي الأهلي، من مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، في إتاحة الفرصة للاعبين الشباب تحت 21 سنة. علي أشرف غلاب من اللاعبين المميزين، أعضاء المنتخب القومي المصري للشباب اللي بيستعد علشان يسافر غانا للمشاركة في بطولة أفريقيا للشباب والناشئين اللي هتكون الفترة من 17 ل 11 من الشهر الجاي، شهر ابريل. يستعد ايضا منتخبنا القومي للرجال والسيدات للمشاركة في بطولة العالم اللي هتقام في المجر اخر
في اواخر شهر ابريل. النادي الاهلي زي ما قلنا فاز بلقب الدوري العام المصري لمدة 10 سنوات متتالية، اخرها الموسم الماضي 2017-2018، ومثل مصر في بطولة الاندية العربية اللي اقيمت في تونس، واستطاع انه يفوز بكأس المركز الاول والميدالية الذهبية في مسابقة الرجال. ايضا فاز ببطولة الاندية الافريقية اللي ايضا كانت في تونس الموسم 17-18. نادي الاهلي صاحب الالقاب العربية والافريقية والمحلية، عنده كتيبة من اللاعبين اعضاء المنتخب القومي المصري، وبصفة مستمرة بيطلع لاعبين صغار ياخدوا مكان اللاعبين الكبار. هذه هي سنة الحياة، وهذا ما نشاهده اليوم من توافر فرصة للاعب الصغير في مرحلة الشباب امثال علي غلاب لاعب النادي الاهلي، ومؤمن الاوز وده لاعب اسكندراني نادي الزمالك استطاع ان يحصل عليه ويبرم تعاقد مع هذا اللاعب مؤمن الاوز اللي بيبتدي ضربة الارسال في هذه المباراة. وتقدم لعلي غلاب لا شيء واحد، واحد واحد، وضربة ارسال مع علي اشرف غلاب. واحد اثنين، ثلاثة واحد لصالح مؤمن الاوز لاعب نادي الزمالك اللي معاه ضربة الارسال. هجوم من خارج الطاولة لمؤمن الاوز، ولكن خارج الطاولة. ثلاثة اثنين، هجوم من اشرف غلاب ولكن رد اجمل من مؤمن الاوز، يحصد بهذا الرد الجميل النقطة الرابعة لي، وتصبح النتيجة 2-4 وضربة ارسال مع علي غلاب. شبكة تعاد، شبكة تعاد، لابد ان تعبر الكرة مجموعة الشبكة عبورا سليما، يعني ترتطم بالطاولة من ناحية اللاعب اللي بيلعب ضربة الارسال ثم تعبر الشبكة من فوقها او من جانبها وترتطم بالجانب الاخر من الطاولة. اذا حفت باعلى الشبكة بيعلن حكم المباراة اعادة. تقدم لمؤمن الاوز 5-3، متقدم من بداية الشوط وبداية المباراة الرابعة. مؤمن الاوز معاه ضربة الارسال، وضربة ارسال فيها مهارة وفيها مكر يحصد بها النقطة الستة لي. يا سلام يا علي، يا سلام يا علي، كرة جميلة من الباك هاند يحصد بها النقطة الرابعة لي ويقلص الفارق الى نقطتين. شبكة تعاد، علي دائما بيضع الكرة خلف الشبكة عشان تبقى قصيرة، ما يستطيعش اللاعب المنافس او اللاعب مؤمن الاوز انه يهاجم من ضربة الارسال بتاعته. 4-7، وضربة ارسال مع علي غلاب. شبكة تعاد، هجوم من مؤمن الاوز ولكن هجوم اجمل من علي غلاب يحصد النقطة الخامسة دي ويقلص الفارق الى نقطتين.
سبعة خمسة لمؤمن اللي معاه ضربة الارسال، وهجوم من مؤمن وهجوم اقوى من علي غلاب، الاتنين طوال حاكمين الطاولة يقدروا يوصلوا الى ابعد نقطة بسرعة. ميزة اللاعب الطويل طبعا في تنس الطاولة. وادي كرة لولبية من مؤمن الاز يرد عليه علي غلاب بكرة ساحقة يحصد بها النقطة السبعة والتعادل سبعة سبعة. وضربة ارسال مع علي غلاب. شبكة تعاد. ايضا اللاعب علي غلاب من اللاعبين اللي بيحمل المضرب في يده اليسرى، ودي ايضا من الميزات. يا سلام يا علي، يا سلام يا علي، كرة من اقصى اليمين بضربة فورهاند لولبية امامية قوية في اقصى يمين اللاعب مؤمن الاز في الركن البعيد من الطاولة، يحصد بها النقطة التامنة ليه ويتفوق ويتقدم للمرة الاولى 8-7. بدأ يفوق علي، يحس بالمباراة، يحس بالنقطة. هنشوف اهو علي غلاب زي ما بقول لحضراتكم بدأ يركز، بدأ يحصد النقطة تلو الاخرى ويتقدم بفارق نقطتين علي غلاب 7-9. وضربة ارسال مع مؤمن الاز، هجوم من مؤمن الاز، لا يستطيع علي غلاب ان يرد الكرة ردا سليما، وتصبح النتيجة 8-9. وضربة ارسال مع مؤمن. يا سلام يا علي، يا سلام يا علي، ضربة مباغتة قوية هجومية لولبية من الباك هاند في وسط الطاولة، يبص لها كده مؤمن الاز ويتقدم علي غلاب اللي معاه ضربة الارسال، لاعب النادي الاهلي 10-8. شبكة، شبكة تعاد. علي غلاب 10-8، اذا حصل على هذه النقطة يفوز بالشوط، وفعلا يحصل علي غلاب على هذه النقطة ويحصل على الشوط الاول 11-8 ويتقدم في المباراة الرابعة 1-0. علي غلاب يتلقى التعليمات والنصائح والارشادات من الجهاز الفني، الكابتن اشرف صبحي مدرب الرجال، الكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز تنس الطاولة في النادي الاهلي. طبعا هو اللاعب الاصغر، وادي كمان الخبير الصيني زانج تشاولينج بيقوم، على فكرة بيتكلم لغة عربية فاهم، ومن المدربين اللي نجحوا مع الفرق المصرية واللاعبين المصريين، خبرة كبيرة. زانج تشاولينج الخبير الصيني. عودة لكلا اللاعبين. وادي محمود الاوز، ده والده بقى، والده محمود الاوز بيدي تعليمات لابنه علي غلاب. يا سلام يا مؤمن، كرة باك هاند لولبية خلفية جميلة على اقصى يمين اللاعب علي غلاب، لا يستطيع ان يرد الكرة ردا سليما لا شيء واحد. وكرة جميلة من علي غلاب، هجوم مباغت 1-1. وضربة ارسال مع مؤمن الاز، يخفق مؤمن في ضربة الارسال الاولى ليه في الشوط الثاني 1-2. وعلي غلاب ايضا يخفق في رد الكرة ردا سليما 2-2. الاعصاب متوترة. مؤمن بيحاول انه يبادر بالهجوم، ولكن علي غلاب يحصد هذه النقطة لصالحه 3-2 ويتقدم بفارق نقطة
وبعدين يحط علي الكره في الشبكه وتصبح النتيجه 3-3. كره هنا وكره هنا، المستوى متقارب. مؤمن الأوز او مؤمن محمود الأوز اللي معاه ضربة الارسال، لاعب نادي الزمالك، 4-3. يستطيع ان يحصد نقطة من ضربة الارسال، زي ما قلنا مهارة من مهارات تنس الطاولة ضربة الارسال، يستطيع اللاعب ان يحصد من خلالها النقاط، كما يستطيع ان يتحكم في سير النقطة. هجوم مباغت من علي غلاب، ولكن مؤمن الأوز يحصد هذه النقطة لصالحه ويزيد الفارق إلى نقطتين، 3-5 لصالح مؤمن. هادي علي بيحاول يهاجم ولكن خارج الطاولة، مؤمن الأوز حطها له ورا الشبكة في الحتة البعيدة، الركن البعيد ورا الشبكة كمان، 3-6. وهجوم من مؤمن ورد اجمل من علي غلاب، بيحط له الكره في اقصى اليمين ثم اقصى اليسار، يتقلص الفارق الى نقطتين، 6-4 لصالح مؤمن محمود الأوز لاعب نادي الزمالك. هجوم من مؤمن الأوز بضربه لولبيه قويه، ولكن علي غلاب يحسم هذه النقطة لصالحه برد أجمل وأقوى، 6-5. 6-5 لصالح مؤمن الأوز اللي معاه ضربة الإرسال. الكرة المرة دي مش شبكة، تعاد شبكة وخرجت بره. احنا قلنا لازم أن ترتطم الكرة في ملعب اللاعب ثم تعبر الشبكة ثم ترتطم في ملعب المنافس. ادي 6-6 وضربة تسمى علي غلاب. علي غلاب بيحاول انه يهاجم، ولكن زي ما قلنا الاثنين طوال متحكمين في الملعب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، ولكن اللاعب علي غلاب بيلعب بايده اليسرى. يا سلام يا علي، كرة لولبية خفيفة كده ناعمة فيها دوران يحصد بها النقطة السابعة ليه والتعادل 7-7. مؤمن الأوز كرة لولبية أمامية قوية على يسار اللاعب علي غلاب، يحصد بها اللاعب مؤمن الأوز على النقطة الثامنة ليه في هذا الشوط الثاني. الحكم أعلن إيقاف سير النقطة علشان في كورة جت من الملعب المجاور، من حق الحكم انه يوقف استمرار اللعب لغاية لما الكرة تخرج برا حدود الملعب. عودة مرة اخرى اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان. مؤمن محمود الأوز ضربة ارسال، هجوم من مؤمن، هجوم من مؤمن على يمين ويسار اللاعب علي غلاب، تنوع في اماكن الضربات وتقدم بفارق نقطتين مؤمن الأوز، 7-9 وضربة ارسال مع علي غلاب. علي غلاب يحط كرة قصيرة مكيرة خلف الشبكة، لا يستطيع مؤمن الأوز ان يردها ردا سليما، 8-9. ودي شبكة تعاد، حكم المباراة له الحق، الحكم الاول او الحكم الثاني، كل واحد من ناحيته. اذا شاف ان الكرة ارتطمت بحافة الشبكة يعلن انها شبكة تعاد. هجوم من علي غلاب بكرة لولبية يحصد بها النقطة التاسعة ليه، وتصبح النتيجة 9-9 في النقاط، وواحد لا شيء في الاشواط، وثلاثة لا شيء في المباريات. علي غلاب اذا استطاع انه
يفوز بهذه المباراة، بينتهي اللقاء لصالح النادي الاهلي 4-0. اما اذا مؤمن الاوز له كلمة اخرى، ادي مؤمن الاوز ملوش كلمة اخرى، يضع ضربة الارسال في الشبكة، بيطلب وقت مستقطع مؤمن الاوز. النتيجة 9-10، تقدم لصالح علي غلاب اللي بيلعب بثقة وهدوء اعصاب وراحة نفسية، لان زملائه فازوا بثلاث مباريات متتالية. اما مؤمن الاوز زملائه خسروا ثلاث مباريات، حطوه تحت ضغط نفسي. في النهاية مؤمن الاوز طلب وقت مستقطع، تايم اوت لمدة دقيقة علشان يتلقى التعليمات والنصائح والارشادات. علي غلاب طبعا كابتن اشرف بيقول له خلصنا، ركز ما تتهورش. دي طبعا التعليمات والارشادات والتوجيهات اللي هيقولها الجهاز الفني، بالاضافة الى بعض النقاط المهارية الفنية، في ظل انه علي غلاب بيستقبل ضربة الارسال. 9-10. فاز علي غلاب بهذه النقطة، والشوط الثاني 11-9. يبقى اكيد الجهاز الفني كان قال له بادر بالهجوم، ما تدلوش فرصة انه يحصد هذه النقطة. ده قراءة في ذهن المدير الفني او الجهاز الفني او مدرب اللاعب. كابتن اشرف فتاح، كابتن اشرف صبح، الاثنين اشرف. عمالقة في لعبة تنس الطاولة، ابناء النادي الاهلي، ابناء المخلصين، بيبذلوا كل الجهد في سبيل ان فرقهم سواء في الرجال في السيدات في الشباب في الشابات في الناشئين في الناشئات في الاشبال في الشبلات في البراعم في البرعمات، نادي الاهلي متفوق متقدم بلاعبيه في كافة المراحل السنية، حاجة تفرح حاجة تشرف. لابد ان نشيد بهذا المجهود، ومن خلفهم مجلس الادارة والكابتن رؤوف عبد القادر مشرف النشاط الرياضي. عودة اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان الى الشوط الثالث من المباراة الرابعة بين علي غلاب لاعب النادي الاهلي صاحب القميص الاحمر، ومحمود مؤمن محمود الاوز لاعب نادي الزمالك. 2-0 وضربة ارسال مع علي غلاب. 3-0 ضربة ارسال يحصد بها اللاعب علي غلاب النقطة الثالثة، زي ما قلنا مهارة من مهارات تنس الطاولة، يستطيع اللاعب بيها ان يحصد النقاط. ادي خروج على المألوف، انذار من الحكم، لان ده بيعتبر في تنس الطاولة سوء سلوك انه يرمي المضرب على الطاولة. بدأ يفقد اعصابه، يعني شايفين حضراتكم مجرد بس انه يرمي المضرب على الطاولة ده بيعتبر سوء سلوك في تنس الطاولة، او من الـ 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 الامور اللي الحكم فيها بيعلن الانذار من خلال الكارت الاصفر. ده يمكن اول كارت اصفر في هذا اللقاء وهذه المباراة للاعب مؤمن محمود الاوز. هجوم كده مش يعني ايه بيطفش، ولكن هنشوف جت معاه المرة دي. مؤمن لعيب مميز، لعيب له مستقبل في تنس الطاولة، لازم يهدى. طبعا احنا قلنا شباب ما عندوش الخبرة الكافية زي اللاعبين الكبار المخضرمين، ولكن ثورة الشباب بتبقى داخله، عايز يكسب، عايز يحقق الفوز لناديه، ولكن
هيهات علي غلاب هل له رأي آخر كلمة أخرى؟ هنشوف. علي غلاب بيحصد النقطة تلو الأخرى وبيتقدم 5-3 3-5 النتيجة بفارق نقطتين. ومؤمن الأز معاه ضربة إرسال وهجوم من مؤمن الأز يا خسارة كرة عالية طبعا. هو خلاص مؤمن الأز بيهيأ لي إنه سلم النمر هيرفع الراية البيضة لأنه فقد تركيزه. هنشوف. وادي علي غلاب بيدي له هديه بيقول له لا انت ممكن كمان تلعب لسه في وقت لسه الفرص ممكنه. 6-4 لصالح علي غلاب لاعب النادي الاهلي اللي معاه ضربه الارسال. وادي كره قصيره مكيره وهجوم من علي غلاب اداله في اقصى اليمين ثم مرجحه جابه في اقصى اليسار حصد النقطه السابعه ليه وزود الفارق الى 3 نقاط. مؤمن بيحاول انه يتمالك اعصابه ويعاود تركيزه. 5-7 وضربة ارسال مع مؤمن محمود الاز. هجوم كاسح من مؤمن بضربات أمامية وخلفية من الفورهاند والباكهاند ضربات ساحقة يحصد بها النقطة الستة ليه في الشوط الثالث ومعاه ضربة الإرسال. 6-7 يا سلام يا مؤمن يا سلام يا علي. مؤمن ضرب ضربة لولبية أمامية قوية علي غلاب رد عليه في المكان الفاضي الهادي البعيد ويحصد علي غلاب النقطة الثامنة ليه مع ضربة الإرسال بفارق نقطتين 8-6. يا سلام يا مؤمن. ولكن علي غلاب متحكم مسيطر على مقاليد الشوط الثالث. 9-6 يا سلام يا علي كرة ساحقة يحصد بها النقطة العاشرة لي ويبقى قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالشوط والمباراة. هنشوف هل مؤمن له رأي آخر. 17 لسه الفرص ممكنة ولكن عايزة عزيمة عايزة إصرار. مؤمن بيلعب كرة سريعة ضربة إرسال سريعة مباغتة على اللاعب علي غلاب لم يتوقعها في هذا التوقيت. لعبها مؤمن بقلب جريء في اقصى يسار الطاولة يحصد بها النقطة الثامنة ليه ويقلص الفارق الى نقطتين 10-8. علي غلاب ضربة ارسال يا سلام يا علي. كرة ماكرة في اقصى يمين اللاعب علي غلاب ينهي بها الشوط الثالث والمباراة الرابعة واللقاء الحاسم بين الاهلي والزمالك. اعزائي مشاهدي قناة الاهلي كان معكم هشام ابو حشيش. معلقا على هذا اللقاء الهام في الدورة المجمعة الاولى بالصالة رقم 2. بالنادي العام لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. إن شاء الله الأهلي بيستعد للمباراة الختامية الفاصلة الحاسمة. لكم مني كل التحية وإلى أن نلقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.